أعزائي الطلبة، بعد ما تحدثنا في الفيديوهات السابقة حول الإزوفيغس، وتطرقنا أيضا إلى الإزوفيغس وول لايرز، الطبقات المكونة لجدار الإزوفيغس، راح ننتقل في هذا الفيديو إلى أورغان آخر أو ستراكتشر آخر مكون للجاسترو انتستينال تراكت، وهو الاستومك. بالنسبة للاستومك يعتبر expanded part of the digestive tube، يعتبر في التركيب متمدد أو متوسع مكون للأنبوب الهضمي. البوزيشن مالته يكون lies beneath the diaphragm، الموقع مالته يكون مباشرة تحت الحجاب الحاجز. الاستومك راح تقوم ب it receives the bolus from the esophagus، طبعا الاستومك راح تستقبل المادة الغذائية من الإزوفيغس، اللي يكون طبعا الإزوفيغس يكون tubular structure، تركيب أنبوبي، على خلاف الاستومك اللي هو تركيب متوسع. الاستومك راح تقوم بوظائف جدا مهمة على المادة الغذائية اللي استقبلتها من الإزوفيغس، وهو mixing and partial digestion of the food. بالاستومك راح تتم عندي عملية mix مزج مزج وهضم جزئي للمادة الغذائية، اللي راح يساعد هذه العمليتين هي الجاستريك سيكريشنز، اللي هي الإفرازات المعدية. جاستريك أو استومك هنا أقصد بها الجاستريك، أقصد بها المعدي أو معدة. فالإفرازات المعدية راح تساعد هنا عندي بعملية البارشل دايجستشن. بعد ما تتم عملية البارشل دايجستشن، ألاحظ أنه راح تتكون عندي سيمي فلويد ماس، فد مادة سائلة أو شبه سائلة أو كتلة شبه سائلة، نطلق عليها الكايم، اللي فيما بعد راح تنقل إلى السمول انتستين على مود تكمل عملية الهضم والأبزوربشن. بالنسبة للستومك وول لايرز، طبقات جدار الستومك أو الجاستريك وول لايرز، الطبقات المكونة لجدار الستومك، نلاحظ هنا أيضا وجود الفور لايرز، الطبقات الرئيسية الأربعة، from lumen to outward، أيضا متواجدة الأربع طبقات اللي هي الميوكوزا، الصب ميوكوزا، الماسكولارس إكسترنا أند سيروزا، الأربع طبقات متواجدة. مثل ما تلاحظ هاي هنا عندي الطبقة الأولى اللي هي الميوكوزا، بعد هي الصب ميوكوزا، هنا أنا قلت جاستريك خصصت جاستريك صب ميوكوزا، جاستريك ماسكولارس إكسترنا اللي هي الطبقة الرئيسية الثالثة، وبعدها الجاستريك سيروزا الطبقة الخارجية. فراح نتطرق أو نتحدث عن الإنر لاير اللي هي الميوكوزا، الطبقة الداخلية اللي هي الميوكوزا. الميوكوزا ألاحظها أيضا مكونة من 3 لايرز، من 3 طبقات اللي أيضا ذكرناهم سابقا متواجدين ضمن الإزوفيغس. هذه الميوكوزا مؤلفة من الإبيثيليوم، هذه أول طبقة أو اللاينينج إبيثيليوم اللي هي طبقة ظهارية مبطنة، بعدها راح تجي اللامينا بروبريا، هذه الطبقة اللي هي تكون لوس كونكتيف تيشو، وبعدها الماسكولارس ميوكوزا اللي هي الطبقة الثالثة. بالنسبة للإبيثيليوم، هنا هذه الطبقة أو اللايننج إبيثيليوم، الطبقة الظهارية المبطنة، ألاحظها هذه الطبقة بالحقيقة عبارة عن مكونة من خلايا تكون سيمبل كولومينر سيلز، خلايا عمودية بسيطة، لكن هنا ألاحظ إنه الإبيثيليوم أو اللايننج إبيثيليوم، هذه الطبقة الظهارية المبطنة، مرتبة بشكل برانجد تيوبولار جلاندز، مرتبة بشكل غدد أنبوبية متفرعة، تمام، بشكل غدد أنبوبية متفرعة. هذه الجلاندز، هذه الجلاندز ألاحظها مكونة من هذه السيلز، أغلب مكونات أو هذه الجلاند عبارة عن هذه السيلز، مكونة من هذه الخلايا العمودية البسيطة. طبعا هذه الكولومينر سيل، هذه السيمبل كولومينر سيلز، أيضا نطلق عليها سيرفيس ميوكوس سيل، خلايا مخاطية نطلق عليها بنفس الوقت، لأنه تقوم بسكريت ميوكوس، تنتج الميوكوس، لأن بهذه الخلايا ألاحظ أنه
ضمن كل خلية ألاحظ أنه each cell possesses a large apical cup of mucinogenic granules. هسه أراويك الإبيثيليوم شلون تكون. لاحظ وياي هنا هنا ذكرت لك أنه الإبيثيليوم تكون بشكل شنو؟ الإبيثيليوم تكون بشكل branched tubular gland بشكل غدد. شبيه هذه الغدد بشكل غدد انبوبية متفرعة مثل ما تلاحظها. هذه الغدد نطلق عليها gastric gland. لاحظ وياي gastric gland نطلق عليها هذا هنا الاسم مالتها غدد معدية. اذا الابيثيليوم الاحظها بهالشكل تتواجد بشكل gland غدد، فهذه غدة معدية. هذه الغدة اللي هي يعني طبقة ابيثيليوم عبارة عن ابيثيليوم مكونة من السمبل كولومينر سيل مثل ما تلاحظ. هذه كلها سمبل كولومينر سيلز، خلايا عمودية بسيطة لاحظها ممتدة على طول الجاستريك جلاند الغدة المعدية. لكن هنا تلاحظ انه each cell possesses a large apical cup of mucinogenic granules. كل خلية الاحظها، كل خلية تتواجد بالقمة مالتها او بالجزء العلوي معتها اكو جرانيولز، هاي ميوسينوجين جرانيولز. هذه جرانيولز راح تقوم بوظيفة مهمة وهي سكريت ميوكس، تنتج الميوكس. لذلك انا شنو طلقت عليها بنفس الوقت، قلت انا اسميها هاي سيرفيس ميوكس سيل، خلايا مخاطية سطحية. تمام، هي نفسها السمبل كولومينر سيل، لكن لوجود هذه الجرانيولز طلقت عليها ميوكس سيل، يعني وظيفتها السكريت ميوكس او ميوكس برودكشن، انتاج الميوكس. هذه الغدة مثل ما ذكرت لك، هذه الغدة اسميها gastric gland، اسميها غدة معدية. طبعا هذه الجلاند الاحظ، هذه الجلاند the gastric gland are present through the entire gastric mucosa. هذه الجلاند الاحظها تتواجد على امتداد طبقة الميوكوزا، يعني هذه الجلاند تمتد او تشغل طبقة الميوكوزا اللي هي مكونة من 3 layers، ممتدة على امتداد الانر لاير الطبقة الداخلية اللي هي الميوكوزا. طبعا هذه الجاستريك جلاند، هذه الغدة، الخلايا المكونة لها، الخلايا المكونة لهذه الجلاند مسؤولة عن انتاج الجاستريك سكريشن اللي هي الافرازات المعدية، الافرازات المعدية. مثل ما تلاحظ وياي، لاحظ انه هذه الجلاند مو فقط عبارة عن ميوكوس سيلز، مو بس خلايا مخاطية وياها، وانما اكو خلايا اخرى تتواجد اللي هي مثل ما تلاحظ وياي عندي البريتال سيل، خلايا جدارية. لاحظ كل خلية طبعا تؤدي فت فانكشن معينة، وظيفة معينة. البريتال سيل هنا عندي نوع اخر، عندي تشيف سيلز مثل ما تلاحظ، خلايا رئيسية متواجدة ان ديب اوف جاستريك جلاند، تتواجد بالعمق، بعمق الجاستريك جلاند الغدة المعدية. وعندي انتيرو اندوكراين سيل ايضا، خلايا اخرى. اذا بالاضافة الى الميوكس سيل او السيرفيس ميوكس سيل، هذه الخلايا السطحية اللي عرفت وظيفتها انتاج الميوكس، عندي هذه الخلايا كل وحدة تؤدي وظيفة معينة. تشيف سيلز، هذه الخلايا بروديوز، هذه الخلايا بروديوز اور سيكريت بيبسين اند جاستريك لايبيز، هذه الخلايا تنتج البيبسين اللي هي البيبسين اند جاستريك لايبيز، اعتبرها digestive enzymes، انزيمات هاضمة. تمام، اما البريتال سيل هذه اللي تلاحظها يسموها خلايا جدارية، تتواجد على جدار الجاستريك جلاند، هذه وظيفتها secret or produce hydrochloric acid اللي هو ال HCl. تمام، الانتيرو اندوكراين سيل، هذه الخلايا produce specific hormones، تنتج هرمونات معينة تنظيمية. اذا الاحظ انه هذه
الخلايا أو السيلز المكونة للجاستريك جلاند هي مسؤولة عن إنتاج الجاستريك سيكريشن، العصارة المعدية، اللي هي تشمل مثل ما ذكرت لك هذه الخلايا تنتج الميوكس، هذه التشيف سيلز تنتج البيبسين والجاستريك لايبيز، البريتال تنتج الـ HCL، الانتيرو اندوكراين تنتج هرمونات معينة. إذن هذا تركيب الجلاند بشكل مبسط.